أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد قرأت أن أهل السنة رحمهم الله لهم قولان في دفع الزكاة إلى السلطان، فمنهم من يرى دفعها ابتداء، ومنهم من يرى جواز دفعها إليه ما لم يطلبها، فإن طلبها وجب دفعها إليه، فهل هذا الفهم مني صحيح؟ نعم، الزكاة واجبة عليك تخرجها، وإذا طلبها السلطان تدفعها إليه. نعم أحسن الله. وإذا لم يطلبها أن تخرجها. نعم.